13 عام وانا فيه السكر، والمشكله ضرب لي الكلاوي وضرب لي حتى العينين. دابا انا ما كنشوفش. انت ما متشوفش كاع كله؟ وحده مشات، وحده بقات قالوا لي دير لها العمليه، ولكن دابا ما كنشوف والو. بسبب السكر؟ بسبب السكر. يعني السكر اثر لك على العينين ولا الكلاوي؟ على الكلاوي. واش انت ما كنتيش متبع ريجيم السكر؟ ما كنتيش داوي؟ كنت كنداوي ولكن ما كنتش مديها فيه، يعني ما كنتش مسوق. بعض المرات كناكل الحلوى، بعض المرات كناكل الديسير بزاف، يعني عفت التخبية. توقع اللي وقع. يعني انت وصلتي انك انت كدير ديالي شحال حصة؟ جوج حصص في السيمانة. كنت كديرها قبل؟ كنت كنديرها في كازا. دابا هنا قربوا لي كما كان مزيانة، دابا قربوا لي هنا. هادي بعدا. نعم هادي قريبة. قريبة لك السكنة؟ حنت ملي كنت في كازا شوية كانت صعيبة، كانت صعيبة في الترانسبور. كان كيجيبك الترانسبور ما كيوصلك حتى تكون حتى تولي مهلوك أكثر من في هاد الأيام المباركة تمكنا من فتح أول مركز بإقليم المحمدية، وبالضبط بجماعة بني خلف. هذه أول حصة بالنسبة للمرضى ديالنا اللي كانوا يعانون مشقة التنقل من المحمدية وضواحيها إلى الدار البيضاء، في مراكزنا في الدار البيضاء. فالحمد لله احنا قربنا لهم مسافة في الظروف الحرجة اللي تتعيشها البلاد والعالم بأسره، احتياطة باقة ضرورية. وحتى مسألة القرب ديال الخدمة هو أحسن الوسائل باش المريض يبقى في راحته. فهاد لابروش دو بروكسيميتي الحمد لله نجحنا فيها بتنسيق مع السلطات الإقليمية في كل منطقة، ونتمنى أن نكون إن شاء الله عند حسن ظن صاحب الجلالة اللي وجهنا التكفل بالناس اللي في الضواحي. أما المدن الحمد لله كاين وسائل النقل، كاين هذا في الدار البيضاء الكبرى أو الدار البيضاء السطات الحمد لله هي سباقة في هاد خدمة الضواحي، ونقص العبء على المرضى اللي يعانوا هاد المرض المزمن. أيضا إكراهات الحياة الاجتماعية، فكلهم من أسر ضعيفة جدا. فإن شاء الله لقينا تجاوب كبير من طرف السلطات الإقليمية ديال عمالة إقليم محمدية، والآن رحنا في هذا في مركز أمل بني خلف اللي هو المركز 20. بعد غد إن شاء الله سيكون المركز 21 بالمركب السجني ديال أيت ملول بأكادير، وبعده إن شاء الله 22 غيكون في مراكش إن شاء الله تعالى. الآن مؤسسة أمارة تقدم الخدمة لما فوق 1200 مريض على مستوى التراب الوطني. كنشكر الجمعية وكنشكر كاملين. الحمد لله وشكرا لله. الحمد لله وشكرا لله. شنو اللي بكاك؟ ها؟ شنو اللي بكاك؟
اللي قلت لي السيد المريض من الجمعية حاج فوزي. حاج فوزي الله يرضي عليك، الله يشافيه ويشافينا معاه، الله يشافي كل مريض. ها؟ الله يشافي كل واحد. وهذاك الشيء كاين، داك الشيء اللي كاين.